السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير. رمضان كريم عليكم وعد عليكم بالخير ان شاء الله. راح نبدي الكورس الثاني وياكم. واني استاذ قصي، ماجستير صناعه اسنان، راح اخذكم بهاي الماده ان شاء الله، وان شاء الله تستفادون. واي شيء اي طالب من عندكم يحتاج اي شيء يخص صناعه الاسنان او يريد يستفسر من عنده او يريد يعرف معلومه، باعتبار انتم طلاب جدد، اكو هواي امور ما تعرفوها وقسم جديد جايين بي، أنا حاضر حسابي يمكم ومستعد لأتواصل وياه وأفهمه عليه إيش ما يعرفه، حتى لو كمعلومات عامة هو يريد يستفاد من عندها. راح ناخذكم بالأجهزة، أجهزة ومختبرات صناعة الأسنان والأدوات، نفهمكم عليها بشغلة مبسطة إن شاء الله أنتم بالسنوات الجاية راح تشتغلون بها بديكم وتعرفوها أكثر. عندنا أول محاضرة هي إنترودكشن، فمقدمة بسيطة على صناعة الأسنان، شنو الشغلات اللي راح تشتغلون بها. أنتم أكثركم هسه مخلي بباله انه انا اختصاصي صناعه الاسنان، يعني شنو راح اشتغل؟ بس فقط بالاسنان، تعويضات شغلات؟ لا، احنا شغلنا مو بس اسنان، هواي امور راح نشتغلها، من ضمنها الاسنان، من ضمنها شغلات بالوجه، حتى تعويض الاصابع وغير الاصابع، هذا كله شغلكم، ترى تستينون شغلاتكم، شغلاتكم كلش حلوه وبيها مهاره وبيها فن وبيها حتى يعني شغلات ماديه تقدرون تستفادون من عندها كلش هوايه. كل هاي الشغلات بمرور الأيام وبمرور السنين إن شاء الله راح تعرفوها وتستفادون من عندها. فنبدي محاضرتنا، ومثل ما قلت لكم إحنا كل أسبوع راح يصير عندنا محاضرة، ويجوز أنا وراها أحدد لكم كويز أو امتحان أو نسويها كل محاضرتين، نشوف أنا شلون أرتب لكم الأمور بس حتى تستفادون. ولا تنسون شغلة كلش مهمة، أنا يجوز ما التقيت فيكم ولا حكيت وياكم، كنت أتمنى إنه ألتقي بيكم واحكي وياكم ونحكي فيس تو فيس حتى تستفادون اكثر، بس هي رهمه انه صيف، وان شاء الله الله يعدي هاي الايام على خير ان شاء الله علينا وعليكم. اكو شغله كلش مهمه ولازم تعرفوها، انه انتم هاي السنه نظام مقررات، المفروض انه انا اهتم بكل المواد، طبعا مو بس بالماده مالتي، بكل المواد حتى اكمل المقرر مالتي وانجح واروح على مقرر جديد. يعني هاي الماده انا لغيتها، ما اضل معلق بيها او اتهاون بيها بعدين توقع بيها حرامات، حظاي تعيد المقرر كله من جديد، مو مثل السنوات السابقة كان يطلع عكمان يقدر يمتحن دور ثاني أو دور ثالث وتعبر الأمور. بينما أنتوا نظام المقررات لازم المادة تنجح بيها، وإن شاء الله كلكم تنجحون. زين، أنا وصلتني أخبار حلوة عنكم إنه أنتوا يعني متواصلين وجيدين بالقراية وجايين، أنا كان التقيت بشكم واحد من عندكم بداية السنة، أكثركم جايين حبا بالقسم ويريد يصير تقني ويريد يستفاد ويريد يتعلم. طولت عليكم، خلينا نبدأ المحاضرة إن شاء الله. استعدنا الانترودكشن كمقدمة بسيطة على صناعة الأسنان، شنو هي؟ Denture fabricated involves a number of complex operations. تصنيع الدنتشر يشمل عدد من العمليات المعقدة that have an effect on reproduction accuracy. هاي العمليات يجوز انه تتأثر بدقة انتاج او اعادة انتاج التعويضة مالتنا during each step of the process، اثناء كل خطوة احنا نسويها بالعمل. اوكي، dental instrument الادوات السنية اللي راح نستخدمها بالاسنان. طبعا احنا من نقول dental خلوا بالكم انه مو بس انت تقني اسنان، اكو شنو وياك يكمل التيم ماتك، اكو طبيب اسنان. فبنقول دنتال انسترومنت الادوات اللي تشمل شغلك انت كتقني اسنان وشغل طبيب الاسنان، اللي هي مثلا البروب، الميرر، التويزر. اوكي، اكو شغلات تخصك، بس احنا هسه بدنا نحكي بصوره عامه، بعدين شويه شويه راح نختص بس بشغلنا احنا كتقنيين اسنان. فالدنتال انسترومنتس ار تول، هي شنو؟ ادوات ذات dental professionals use to provide dental treatment. الأدوات السنية شنو؟ آلات اللي شنو يستخدمها المهنيين اللي يشتغلون بالأسنان، اللي هم منهم طبيب الأسنان وتقني الأسنان، to provide dental treatment حتى تجهز لي أو تعطيني شنو علاج للأسنان. they include تشمل شنو tools، هاي الأدوات تشمل شنو؟ to examine فحص المريض، مثلا هي بروب، تويزر، غيره. manipulate العمل يدوي اللي راح تشتغل بيه انت، تريت علاج، restore تعويض، remove teeth إزالة الأسنان اللي هي الفورسبس اللي استخدمها طبيب الأسنان في إزالة الأسنان،
and surrounding oral structure. الادوات اللي نستخدمها باحاطه التراكيب اورال يعني فموي هاي اللي تنسوها بد سراوندنج اورال ستراكشر يعني التراكيب الاحاطه للتراكيب الفمويه اللي موجوده في فم المريض زين هسه عندنا شنو عندنا الدنتال لابوراتوري تكنيشن جاب ديوتي شنو واجبات تقني الاسنان بالمختبر يعني هسه انت بدينا شويه ها ندخل باختصاصك كتقني اسنان انت شنو راح تشتغل صناعة الأسنان. Number one, replace partial or total loss of natural teeth. تبديل أو تعويض زين جزئي partial جزئي or total loss كل الأسنان مفقودة total loss كل الأسنان مفقودة of natural teeth الأسنان شنو الطبيعية مالتك by constructing partial or full denture بواسطة صناعة أو بناء الطقم الجزئي partial or full denture اللي هو complete denture عندنا number two restore natural teeth تعويض الأسنان الطبيعية by fabricated بواسطة صناعة crown and bridge اللي هي شنو الجسور الثابتة هذا شنو ثاني لاين الشغلك ثاني اختصاص الشغلك بس تعرف انت ايش راح تشتغل number three correct dental irregularities شنو تصحيح شنو تصحيح correct dental irregularities يعني شنو تصحيح الأسنان اللي متخربطة بها crowding crowding يعني أسنان مزدحمة سن فوق سن زين انتو كثواي من عندكم هسه كطلاب وحتى بالبيت يشوف مثلا طفل او حتى لو كبير اكو أسنان مالته متخربطة او بها سبيسات بيناتها فراغات فشي يسوي يروح الطبيب التقويم اكو عدم انتظام بأسنانه يروح الطبيب التقويم شو يسوي طبيب التقويم يسوي له فد جهاز زين هذا الجهاز حتى يعدل له بيه الأسنان corrects dental irregularities by manufacturing fixed or removable appliance يسوي له الطبيب الأسنان ياخذ له قالب يدز الشغل مالته المختبر إلك كتقني أسنان انت تسوي له اما جهاز اكو بعض يعني ممكن نوبات براكيتات يشتغلها بس طبيب الأسنان ونوبات وهواية أكو مو نوبات إن شاء الله تأخذوها بالثالث وبالرابع هي مادة اسمها تقويم الأسنان هواية أكو أجهزة ثابتة ومتحركة أنت تشتغلها كتقني أسنان زين فهذا عدم الانتظام اللي موجود بالأسنان زين إحنا نصححها بيش بتصنيع جهاز أما يكون ثابت أما متحرك وندزه لطبيب الأسنان وطبيب الأسنان يلبسه للمريض ويعدل هذا عدم الانتظام اللي موجود بأسنانه هسه عندنا نمبر 4 كومبليت امبلانتولوجي بروسيجر باي فابريكيتد بروستيسيس امبلانت اي كلمه من تجيك امبلانت يعني زراعه الاسنان امبلانتولوجي يعني شنو سوينا اكمال احنا راح نكمل عمل بعد طبيب الاسنان الجراح من سوى زراعه الاسنان بالنسبه للمريض راح نكمل عمل التعويض احنا كتقنيين اسنان باي فابريكيتد بواسطة صناعة بروسيسيس بروسيسيس يعني تعويضة زين تعويضة الأسنان أو مو لتعويضة الأسنان احنا التعويضات قلنا نستخدمها حتى بالوجه الفكين هسه راح ناخذها to fit implants the dentist places directly into the patient jawbone نسوي فالتعويضة الطبيب الأسنان احنا نوبات اكو تعويضة بطب الأسنان بزراعة الأسنان بصورة عامة تعويضات نسويها ما بعد ما يزرع المريض وين الطبيب الزراعة للمريض واكو تعويضة نسويها نصنعها احنا كتقنيين الأسنان قبل ما يزرع الطبيب يجي يقول لي سوي لي فد أبلاينس فد جهاز اني ألبسه للمريض شنو فائدة هذا الجهاز هذا طبعا الجهاز كلش مهم انت تسويه للبيشنت للمريض وتدزه للطبيب الطبيب شو يسوي يخليه بحلق المريض places directly into the patient jaw bone زين يدخله بحلق المريض هذا الجهاز شنو فائدته فائدته انه الطبيب من يزرع اكو فد شغلات اكو فد يعني فد جايد فد دليل له انه من يزرع الزرعة بالمكان اللي هو محددها لان هو هسه حيشتغل بحلق المريض انا يجيني قالب القالب اخليه على بحلق المريض أسوي بيه في الثقوب معينة الطبيب راح يستند على هاي الثقوب اللي أنا سويتها وهو يزرع بحلق المريض أوكي؟
Number 5 replaces missing facial and body tissues due to injury, disease or developmental abnormality by fabricating maxillofacial processes. هسه شنو احنا سوينا؟ الأطقم المتحركة الكاملة والجزئية، هذا قلنا لاين من شغلكم. سوينا الجسور الثابتة، سوينا الأجهزة مال التقويم، شوف اختصاصكم مش كم نوع بي. جينا اشتغلنا بزراعة الأسنان، هذا هم اختصاص. الاختصاص الخامس تعويضات الوجه والفكين، هذا من اختصاصكم، وحتى الفينجر الأصابع ترى من اختصاصكم. فإحنا replacing missing facial and body tissue، تعويض الأجزاء المفقودة من الوجه، من الفيشيال and body tissue، من جسم الإنسان أو من أنسجة الإنسان due to تحدث هاي مين من الانجري، جرح، ديزيز، مرض أو تيومر، ورم or developmental abnormality، تشوهات خلقية تصير عند الطفل by fabricating، بواسطة تصنيع maxillofacial processes، بواسطة تصنيع تعويضات الوجه والفكين. هاي صار كم اختصاص. والاختصاص السادس constructs prostheses by following the dentist prescription، نوبات الطبيب ايش يحتاج. هاي طبعا اكثر شيء نسويها بيش، نسويها بالكاتكم اجهزة زين، نجي نسوي فد سكانك للمريض ونسوي فد تصميم ديزاين معين بالجهاز مال الحاسوب، واكو فد آلة تطلع لي مثلا. هواي تصير انا شفتها، طبيب جراح مثلا يجي مريض عنده فد تيومر او فد فراكتشر او عنده فد ميسنج بجزء من وجهه، يقول له روح سوي لي فد شنو، فد قالب موديل، يدز على تقني معين يسوي له موديل الوجهة كانما وجه كامل بس شنو، بس العظام. حتى الطبيب شو يسوي؟ مو يجيب له هذا القالب، قالب تشخيصي عن طريقه شو يسوي؟ يعرف شو يسوي للمريض مالته، يعني وين يزرع له البون، وين يسوي له زرعات زين، يعني تفيد الطبيب بشغله. اوكي، بس هاي اكثر شيء يسووها بالكاد كان بالاجهزه هاي الكمبيوترايز زين، يصممها على الكمبيوتر واكو فد ماشين معينه فد جهاز معين يسوي لي هذا الموديل. هسه احنا هاي النقطه الخامسه اللي هي بريسك ميسك فيشيال اند بودي تشو ديوتو، احنا قلنا تعويض الاجزاء المفقوده من الوجه والجسم اللي تحدث بسبب شنو، الانجري، الجرح او المرض، ديزيز اور ديفلوبمنتال ابنورماليتي، تشوهات اللي راح تصير، تشوهات خلقيه، نوبات الطفل هو يجي للدنيا بتشوه خلقي، فهمين احنا نقدر نسوي له تعويضه ونعوض له هذا الشيء باي فابريكيتنج ماكسيلوفيشال بروستيسيس. نمبر 6 كونستراكتس بروزيس باي فولوينج ذا دنتست بريسكريبشن، وصفة من الطبيب يكتب لنا اياها في الدبور غير التعويضه بالنسبه للمريض، نقدر قلنا نسوي لها بمشين معين، نسوي في التصميم معين بالكمبيوترايز ونحضر له هذا الموديل او القالب اللي هو يريده كطبيب. هسه عندنا تايبس اوف دنتال لابوراتوري، انواع مختبرات الاسنان. احنا قلنا بدينا نطب بشغلنا زين، حتى نعرف بالتفاصيل ايش راح نشتغل، شنو اللي لازم نتعلمه، اذا باشر عقبه نريد نفتح مختبر شنو نسوي، يعني شغلات بسيطه احنا بس حتى تفهموها. نمبر 1 جنرال دنتال لاب، المختبر العام اللي بيه كل شيء. ذا ميك اول وونتد بروستيسيس، هذا يصنع لي المختبر الجنرال شنو، يصنع لي كل انواع التعويضات اللي اريدها مال الاسنان اللي هي قلناها ايش كم نوع، بارشل وكومبليت وكراون اند بريدج واورثو ماكزيلو، اكو مختبر يختص بكل انواع هاي كلها يشتغلها. بروستيسيس ان دنتستري اللي هي بطب الاسنان، فور اكزامبل شنو امثله عليها، شنو كومبليت اند بارشل دنتشر، اورال ستراكشر ميسنج، اورثودونتيك تقويم الاسنان، اند اذر ميست ستراكشر ان فيس، او اي جزء مفقود من الوجه. نمبر 2 سبيشلايزد دنتال لاب، مختبر للاسنان يختص بلاين واحد. شوف احنا ايش كم لاين عندنا، اكو مختبرات يقول لك انا والله ما عندي فلوس خلي ابدي بالكومبليت والبارشل، ما يراد لها اجهزه هوايه، وما يراد لها مواد هوايه، وما يراد لها صرف هوايه، وشويه شويه اتوسع. اكو مختبر يقول لك لا انا ابدي مثلا شنو اشتغل، كراون اند بريدج جسور ثابته زين، لانه الاكريليك شغلها مزعج ومتعب ومو نظيف بالتفنيش، وهاي سجربوها ان شاء الله السنه الجايه.
فالسبيشاليز دنتال لاب شنو هو؟ they make only one type of work in field of dentistry. هذا يصنع لي شنو؟ نوع واحد من العمل مالتنا بحقل او بمجال طب الاسنان. فور اكزامبل مثلا شنو؟ سيراميك بريدج اور اكريليك بروستيز. اما مثلا الجسور السيراميكيه او التعويضات مال الاكريليك اللي هي الكومبليت والبارشال دنتر. نمبر 3 بريفيت دنتال لاب اللي هو المختبر الخاص. اكو اطباء هسه عندهم بالمختبرات بالكلينيك سمول لاب ان ذا كلينيك، يعني مختبر صغير بالعياده مال طبيب الاسنان، مخلي له فد غرفه صغيره ومسوي له مختبر صغير. يقول لك انا احسن ما اخابر ابو المختبر، وبين ما يجيني الموزع وياخذ الشغل ويوديه ويرد يرجع لي، يعني ياخذ له ايام. واكو شغلات يجوز هو مثلا يقدر يسويها بالعياده زين وما تطول، والمريض قاعد يمه هم يختصر وقت يختصر فلوس زين. وهسه قاموا يجيبون هذا الكاتكم الاجهزه مال الاسنان، اكو قسم هي كلينيك عياديه صح سعرها شويه غالي بس كلينيك عياديه بفتره كلش قليله يقدر يحصل يرتب يعني اموره ويشتغل بيها ويختصر الوقت بالنسبه له وللمريض مالته. هسه راح ناخذ شنو ذا ورك ان دنتال لاب. انا شغلي هسه كعمل انا كتقني بالمختبر ايش راح اشتغل وبشنو راح اختص وشون طبيعه العمل. طبعا بالخارج باوروبا خصوصا التقنيين كل واحد يختص بستيب معينه بخطوه معينه. يعني مثلا الكومبريت ماتك الكومبريت دنشر والبارشر دنشر مثلا، هاي اذا حط فد مثل بسيط بي مثلا فد 12 13 10 خطوات زين. هنا بالعراق اكثر المختبرات التقني يشتغل يبدي بالشغل من البدايه خط ستيب ستيب خطوه خطوه لما يوصل للنهايه الفينيشينج والبولشينج. بالخارج اكثر المختبرات مو هيك، كل تقني عنده فد ستيب معينه خطوه معينه هو يشتغل بيها. طبعا هاي الشغله بيها سلبيات وبيها ايجابيات. اولا هو كايجابيات راح يصير بروفيشنال بهاي الخطوه، بس بيها كوما سلبيات واللي هي من ضمنها انه هو راح ينسى او شنو يكون مبارع بالشغلات الباقيه. فسلبياتها اكيد اكثر من ايجابياتها. هسه راح نجي على الورك ان دنتال لاب. نمبر 1 وان ستيب سبيشاليزيشن، التخصص بخطوه واحده. فور اكزامبل ميكينج بيز بلي، طبعا هاي راح اعددهن خطوات مال صناعه مال صناعه مال طقم اللي هي بيز بليت كلوزر ريم بورينج جبسم كاست صب القالب مالتنا بور ذا كاست ارتكليترز اور سيتينج اوف ارتفيشال تيث، يعني تصفيط الاسنان او عمل الارتكليتر الكاست ماتيو الارتكليتر حتى اسوي ماونتنج. هذن كلن عباره عن خطوات، وبعدك خطوات هاي بس مال كومبريت وبارشال دنشر. فقلنا تخصص بخطوه واحده من لاين. اللاين شنو مثلا؟ كومبليت دنتشر يعتبر لاين، اللي هو الاكريلي كراون اند بريدج يعتبر لاين، فهو ما مختص بلاين، مختص بخطوه واحده من هذا اللاين. نمبر 2 وان لاين سبيشاليزيشن، يختص بلاين كامل مو خطوه. ميك مثلا يصنع كومبليت برودكت لاين، يصنع الكومبليت دنتشر او ينتج الكومبليت دنتشر. اوكي نمبر 3 اللي هو جنرال وورك، يشتغل كل شيء. سمول لاب مختبر صغير اند ان سام تايمز ان بريفيت دنتال لاب، وبعض الاحيان يكون هذا شنو مختبر صغير خاص او شخصي. اكو ناس يسووا حتى بالبيت، اكو ناس ياجر له فشقه صغيره ويصير هو يعني شلون فشي شخصي او خاص بي انا اشتغل مثلا اشتغل كومبريت اشتغل بارشال اشتغل اورثو. وهواي اكو تقنيين سووا هيجي، يقول لك انا اشتغل هالحالات اللي تجيني همين ابقى انا مستفاد وشغلي متواصل بي، وهمين المبلغ اللي يطلع لي يكون خاص لي. ليش اجيب تقنيين وياي واجيب اجهزه اكثر واجيب مواد اكثر؟ وهاي كلها راح تروح فلوس. انا عندي وقت محدد افتح فد مختبر صغير على قدي، اما بالبيت اما اجل لي فالشقه صغيره واشتغل بيها. Have general work. They make all type of work that wanted. هذا يصنع لي شنو؟ كل أنواع التعويضات أو العمل اللي أنا أريده. هسه راح نأخذ شنو الأدفانتجز
and disadvantages of the work in dental lab. شنو الفائدة؟ طبعا همين مختصرة الفوائد والمضار زين من شغلي بالمختبر مال أسنان. Number one, in case of a specialist whose work one step they forget other steps. طبعا هاي النقطة أنا ذكرتها قبل شوية وقلت بالخارج يشتغلون إنه step واحد أكثر شيء زين. لا يقول لك بالحالات اللي احنا نتخصص بيها specialist راح نتخصص بيها اما بخطوة اما بلا يعني بخطوة اكثر شيء. whose work one step they forget other work. راح شنو للي يشتغل بهاي الستيب راح شنو ينسى forget other step راح ينسى الخطوات الباقية او مو اللي ينسى يعني شون الصير من يجي يشتغلها مرة ثانية يصير عليها صعبة. هسه هواي ناس يشتغلون سكران اند بريدج او بولد اب ما سيراميك من تيجي تقول له تعال اشتغل اكريليك يعني لو يعرف يشتغل ولا ما يعرف يشتغل هسه صعب عليه. مو معناها انه هو ما راح يتعلمه، لا يمكن يشتغل له كم كيس يتعلمه، بس بالبدايه اذا جاء راد يشتغله حيشوفه كل الصعب لان صار له فتره تاركه او ما مشتغل عليه. نمبر 2 ان كيس اوف وركينج وان ستيب ذا هاي ديجري اوف اكيوريسي will be found. هسه صح اكو مضار انه اني انسى الاذر ستيب forget other step بالنقطة الأولى ذكرناها. بالنقطة الثانية وأنا هم ذكرتها قبل شوية أنه بالوان ستيب شراح حصل بالعمل مع الوان ستيب high degree درجة عالية of accuracy من الدقة will be found تكون أنا بهذا الستيب كلش دقيق وعندي دقة كلش عالية تكون موجودة بهذا الستيب يعني ما حد يقدر يلحقني بها بعد كعمل. number 3 benefit is more in case of general work. الفائدة أنا بالنسبة لي كتقني من أشتغل بالجنرال وورك أكثر من الوان ستيب. طبعا الفائدة العلمية والعملية زين مو ماذا نحكي على الفائدة المادية، الفائدة العلمية والعملية. أنا من أشتغل بالكيسات بالحالات مع الجنرال وورك راح تكون الفائدة مادتي العلمية والعملية أكثر. نمبر 4 إنكم كيس المدخولات السلاح نحكي المدخولات of specialist lab بالمختبر اللي راح تجيني زين بالمختبر اني هسه انا فتحت مختبر او دا اشتغل بمختبر المدخولات اللي راح تجيني او العائد المادي اللي راح تجيني is more than income اكثر من المدخولات اللي راح تجيني case of working all step lab اللي هو general lab. يعني انا من اجي افتح مختبر مثلا بس crown and bridge من اختص بشيء واحد العائد المادي اللي راح تجيني اكثر من ما اني اجي اسوي شنو جنرال لاب لان ذاك يراد له تقنين اكثر اجهزه اكثر مساحه اكبر اجار اكثر اكبر باعتبار المساحه اكبر هاي كلها فلوس. فانا من اختص بلاين واحد بلاين واحد المدخولات اللي راح تجيني اكثر. اوكي هسه عندنا برينسيبلز of ideal lab الشغلات اللي لازم تكون موجودة زين او متوفرة زين او اللي انا اخليها بعين الاعتبار زين هاي المبادئ اللي اخليها بعين الاعتبار من اجي افتح المختبر. بيش افكراني اول شيء انا جيت دار افتح مختبر شخطط شسوي حتى اجي افتح مختبر. نمبر 1 اهم شيء من بالمختبر دمني فلوس مختبرات ما صناعة الاسنان يراد لها فلوس خصوصا اذا سووها جنرال لاب بينما اذا سووها بلاين واحد مثلا اكريليك او هاي يراد لها فلوس بس مبلغ كلش قليل يعني مو مبلغ كلش هواي مثل الجنرال اكيد. يعني هسه قلنا نمبر 1 ذا ماني نمبر 2 ذا بلان هاي بلان مو بلاين زين تخطيط انا اجي اخطط ايش راح افتح مختبر لاين واحد عده لاينات زين ايش قد حصرف فلوس يا اجهزه راح اجيب الاجهزه راح اجيبها اوروبيه منشاها يكون كلش غالي لو اجهزه اعتياديه مثلا سوري صيني عراقي ايراني ومشي بي اموري لما شويه امور تصير زينه وانا اعرف وبعدين اطورها قلنا كلها امور انا كنت اتمنى انه موجودين قدامي اكو هواي امور اقدر احكي وياكم بيها تستفادون منها وتخلوها بعين الاعتبار. المهم تخطيط نمبر 3 مان باور الناس اللي حتشتغل وياي كتقنيين. أنا مثلاً جيت عندي فلوس وعندي إمكانية
اقدر اجيب تقنيين بروفيشنال زين، يعني امكانياتهم كلش عاليه ومعروفين. تدرون التقني من معروف الطبيب وين ما يروح، التقني حتى لو يغير مختبره يروح ورا يدس شغله إله يعني. فأنا أقدر أجيب تقنيين بروفيشنال إمكانياتهم عالية، عندهم إكسبيرينس، عندهم مهارة كلش قوية، وأشغلهم عندي أو أنطيهم نسبة من الشغل أو أشاركهم زين، وأقدر المختبر مالتي رأسا أشغله وأخلي الطبيب يحولون الشغل مالتهم يمي باعتبار جيب التقنيين معروفين. العفو. هسه عندنا أخذنا البرنسبل مال أيديال دنتال لاب، راح ناخذ بوينت نقاط which are considered اللي يجب اعتبارها in the planning في التخطيط of penetration of the market، في التخطيط لاختراق السوق. يعني أنا شلون أقدر أدخل بالسوق؟ مو إحنا هذا سوق هسه كصناعة أسنان وكم مختبرات هو سوق. أنت من تفتح مختبر بيش تفكر؟ أنت ذبيت كمت فلوس، بيش تفكر؟ تفكر إنه أنا شلون راح أعوض فلوسي العفو، وشون أعوض فلوسي أولاً وشون أستفاد بالمستقبل زين، هذا أهم شيء، ولا أنت شو كذا بفلوس؟ فأني حتى أعرف شون أخترق السوق مال كمختبر وشون أدخل ويا المختبرات الرصينة وأتعامل ويا الأطباء وحصل واردات مادية هواية، همين أكو شغلات لازم تخليها بعين الاعتبار. نمبر وان بلاند إيريا أوف ذا لاب، تخطيط المساحة مالتي مال المختبر اللي انا راح اسويها اخططها. يعني شو اسوي؟ شو راح اسوي المختبر مالتي، الغرف مالتي، المكانات، اخطط المساحه او القطعه اللي عندي او المختبر اللي اريد اسويه. انا مختبر داري اسوي، اول شيء اخطط انا ايش راح اسوي بهذا المختبر. نمبر 2 لوكيشن اوف ذا لاب، الموقع. لو باتت احنا قلنا اذا واحد عنده فلوس يقدر راسا يفتح منطقه راقيه كلش، مثلا حارثيه، منصور، زين، كراده، راس المنطقه راقيه وهو عنده فلوس حتى لو ايجارات او شيء او كموقع يقدر عنده امكانيه. فالموقع كلش مهم. ذا اماونت اوف برودكشن، كميه الانتاج ايش قد انا اقدر انتج زين، ويا لاين اقدر اشتغل، يا لاين واحد سبيشلايزد او مثلا جنرال لاب، انت شنو اللي تريده تقدر. هاي بالبداية كلهن تخططهن يلا تقدر تفتح مختبر. انتو ان شاء الله هسه بعدكم مرحلة اولى، بالسنوات الجاية انتو طلاب تقدرون تشتغلون بمختبرات، حتستفادون اكسبيرينس، خبرة. هاي الخبرة حتفيدكم اداريا وبالعمل زين، بالمهارة مال يديكم من تتخرجون، اما بعدين تقرر اما ظل تشتغل بمختبر اما انت تفتح مختبر. من تجي تفتح المختبر تخلي هاي النقاط كلها قدامك، الماني، التخطيط. جيت انا عندي فلوس زين، اجي هسه اخطط المختبر مالتي شنو اللاينات اللي حشتغلها، المكان وين اللي راح اجره او اشتري واقعد بيه، كميه الانتاج ايش قد انا اقدر انتج، يا لاين اقدر اشتغل ايش كم لاين. نمبر 4 نمبر اوف تكنيشن اند ورك، ايش قد اقدر اجيب تقنيين وياي يشتغلون. هاي طبعا التقنيين اللي راح اجيبهم بالعمل مالتي هم تعتمد على شنو، البلاند اريا اوف ذا لاب. انا جيت خططت زين، وش كم لاين راح اشتغل وش كم تقني راح اجيب. نمبر 4 فيوتشر اكسبانشن، هوايه من عندكم وتذكروها هاي حكايتي. بالبدايه حيجي مثلا يشتغل بلاين واحد وهو هذا الصح، طبعا لاين واحد، بعدين مثلا يشتغل كومبليت وبارشل دنشر، شويه يوقف على رجله يبدي شنو يتوسع، مثلا اورثو، زادوا عدد التقنيين عنده بالمختبر، زاد شغله، نعرف اكثر ايش فتح، سيراميك، كراون اند بريدج، بعدين كات كام، جاب جهاز كات كام، شويه شويه اكثر التقنيين ترى صاروا هيك، بداوا مراحل. فانت حاول من البدايه تبدي مراحل وبالمستقبل فيوتشر اكسبانشن، بالمستقبل توسع، ابدي بلاين واحد وبالمستقبل سوي اكسبانشن للشغل مالتك، توسع، ضيف له لاين، لاينين، ثلاثه، او صير جنرال لاب اذا انت مسيطر على الامور زين. المهم تستفاد وتتعلم. انا بالمحاضرات مالتي شويه اطول بالكلام حتى اوصل الفكره، خصوصا انه احنا بصميم شغلكم راح نحكي، فتحملوني شويه زين.
لانه هذا الكلام اللي دا اقوله كله يعود بفائده لكم، انا اريدكم انتم تستفادون. ومثل ما قلت لكم اي طالب عنده اي استفسار اي سؤال انا حاضر، وان شاء الله ما اقصر وياكم. يلا مع السلامه، في امان الله، اشوفكم خير ان شاء الله.